وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني كيف ترى المردود الاقتصادي لمشاركة قبائل سيناء في عمليات مكافحة الإرهاب وأيضا في التنمية في شبه جزيرة سيناء؟ مساء الخير لحضراتكم وكل المشاهدين. خلينا نقول ان القبائل السنويه هم من نسيج مصر الاصيل، وطبعا هم دايما اعطوا من الدروس في الوفاء والنبل والشجاعه دروس كثيره. هم طبعا لهم من يعني الخبرات الكبيره في التنميه مع الدوله المصريه، وهم من ساهموا في محاربه الارهاب اللي هو ادى لاستقرار سيناء وطبعا انعكاسها على الوضع الاقتصادي في مصر. نعلم جيدا ان كان في كثير من البؤر للاسف الارهابيه تعششت بعض من الاماكن، ولولا فضل بعض قبائل والقبائل السنويه هم من ساعدوا على تصنيع او تصنيف بعض منهم واقتزالهم عن يعني النسيج المصري كاملا. وده انعكس على الوضع اللي احنا بنشوفه النهارده، ازاي ان احنا بنشوف التحسن في الاوضاع الاقتصاديه مع الحروب في الارهاب. يعني الوضع للأسف كان بيكون ليه انعكاس في الوضع الخارجي في العالم، وطبعا نعلم جيدا ان كانت بتستغل هذه الامور بعض من الابواق الإعلامية الخارجية ان في احداث إرهابية في مصر، ولكن الحمد لله بعد انتهاء الحرب النهارده بقى تصنيف مصر الائتماني افضل، دخول العديد من المشروعات في سيناء نعلم جيدا ان هي بتدر عائد كبير جدا من يعني الايرادات داخل الموازنة العامة للدولة. مصر النهارده بتحرص ان يكون في تنميه عمرانيه وصناعيه وزراعيه في شبه جزيره سيناء، علشان كده مصر قدرت ان هي تكلف ان يكون في اكثر من 700 او 800 مليار جنيه تكلفه تنميه عمرانيه في سيناء. هذا هو المردود الاقتصادي اللي احنا بنشوفه من جراء يعني التعاون الكبير ما بين قبائل سيناء وايضا مع الدوله المصريه. طيب كيف يمكن استثمار هذا التعاون بين الدوله وقبائل سيناء اقتصاديا لاحداث مزيد من الطفره على ارض الفيروز؟ بمنتهى الامانه يجب ان يكون من قبائل سيناء هم يعني اصحاب الراي والمشوره دائما في الاستثمار في سيناء، وهم طبعا دايما في تعاون كبير حتى يكون المردود اساسي في تعاونهم مع الدولة أو المشروعات، ويجب أن يحصلوا على كثير من المميزات، سواء في حصولهم على بعض من الأراضي أو سواء من حصولهم على بعض من الشركات أو المصانع اللي هي يعلموا جيدا مدى إمكانياتها وأهميتها في استثمارها خلال المرحلة القادمة، لأن هم بالأساس هم العين واليد الآمنة على سيناء، لأن هم أصحاب الأرض ولهم كثير من يعني الفضل في الحروب السابقة، فهم أكثر دراسة، هم أكثر تعاونا وحبا مع القوات المسلحة، هم أعتقد في وجهة نظري منفتحين جدا على العالم العربي بالأخص، لأنهم مترابطين مع العديد من القبائل العربية سواء في شبه الجزيرة العربية أو حتى ممتدين لليبيا وتونس والجزائر. الأمور دي كلها النهاردة هم قادرين على جذب استثمار ليهم، مردودها جيد على أيضا اقتصاد الدولة المصرية. دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.